لم تصدق ما سأخبركم به. ما سأخبركم به سيكون بخصوص مرضى السكري وحجم القضيب، لكن لا حياء بالعلم، مشكلة قصر حجم القضيب عند الرجال تسبب لهم إحراج شديد، ولكن بقدرة الله يوجد لكل مشكلة حل من خلال المواد الطبيعية التي أوجدها الله سبحانه وتعالى في الطبيعة. واليوم سأشرح لكم أسباب صغر حجم القضيب عند مرضى السكري والحلول أيضا بإذن الله. سأشرح لكم الحلول الطبيعية والعلاجية التي ننصح بها، وكيف علاج ديابريم الجديد يعمل في تكبير القضيب عندهم. إن مرضى السكري عندما يأكلون الكربوهيدرات والسكريات تزيد نسبة السكر عندهم بالدم. إن الشخص الطبيعي جسمه يفرز الإنسولين الذي يخفض نسبة السكر بالدم، ولا عكس الشخص الطبيعي عند مرضى السكري هذا لا يحدث، فتتزايد نسبة السكر عندهم بالدم وتبقى تتراكم وتتزايد حتى يقومون بأخذ جرعتهم الدوائية اللازمة لتخفيض السكر. المشكلة تقع في ارتفاع السكر المفاجئ الذي يحدث عندهم ويعمل صدمة للجسم كل مرة، لأن السكر هذا الشيء عدو يجب التخلص منه. السكر عدو الجسم، فانتبه لهذه النقطة. حتى لو أنك لست مريض سكري فكذلك عليك الانتباه لهذه النقطة. خلال هذا الوقت السكر يقوم بمهاجمة التستوستيرون بالجسم ويحوله لمادة أخرى اسمها DHT. احفظوا الاسم لأن DHT جدا مهم. DHT يتجمع بالعديد من الأنسجة بالجسم، مثل أنسجة القضيب، البروستاتا، السائل المنوي، وحتى بالشعر وبالجهاز العصبي. ما هو DHT؟ كما ذكرت لكم بالفيديوهات السابقة عن التستوستيرون وكم هو مهم للرجل لزيادة قوته الجنسية والعضلية وتكبير حجم القضيب، فإن DHT هو المركب الذي ينتج من تحلل التستوستيرون. يعني بكلمات أخرى، كلما زاد DHT هذا يعني أنه جسمنا خسر كمية أكبر من التستوستيرون. يعني العامل المفيد تحلل وقل، وزيادة DHT تتراكم بالأنسجة وتضعفها، وكما ذكرت لكم سابقا تتراكم أولا بأنسجة القضيب والبروستاتا والحيوانات المنوية والشعر، مما يؤدي تراكمها إلى انكماش حجم القضيب، ضعف بقوة الجنسية، زيادة خطر سرطان البروستاتا وتساقط الشعر. يعني هذا DHT هو عامل ضار وعلينا التخلص منه. علينا أن نمنع أن يتحلل التستوستيرون. بكل بساطة نمنع الجسم من تحليل التستوستيرون، وهكذا نكسب مرتين. أول شيء نكسب أننا حافظنا على هرمون المفيد للرجال الذي هو التستوستيرون، وزاد وتراكم بنسبة بالجسم، ونكسب كذلك بتقليل العامل الضار وهو DHT الذي يؤدي إلى مشاكل كبيرة، يؤذي حجم القضيب والجسم عامة. كيف نمنع الجسم من تحليل التستوستيرون؟ بكل بساطة نحافظ على نسبة سكر معتدلة بالجسم. يوجد 3 طرق أساسية ننصح بها. الحفاظ على تغذية صحية قليلة الكربوهيدرات والسكريات وغنية بالبروتين والألياف. الكربوهيدرات هي الحلويات، الأرز،
الخبز، البطاطا، كل هذا ننصح طبعا بأن نقلله. لا تأكل كربوهيدرات. ما هو البروتين؟ هو اللحوم والأسماك والطيور والبيض والحليب بالأساس، وننصح بزيادة هذه على مأكولاتك لأنها جدا مهمة أيضا، تكبر العضلات وتحسن حياتك وعضلاتك وكل جسمك. الألياف كذلك جدا مفيدة، مثل الخضار على أشكالها وأنواعها، وننصح بزيادة هذه. تاني شيء، يجب الحفاظ على حياة فيها نشاط ورياضة، والتي تحفز الجسم بحرق السعرات الحرارية وتتخلص من فائض السكريات بالجسم. طبعا ننصح بالرياضة بالنوعين، التي فيها مقاومة مثل استخدام الأوزان، والتي فيها كارديو أي بدون أوزان كالجري والمشي. راجع الفيديو السابق الذي فيه بالقناة تكلمت عن أفضل التمارين وأفضل المأكولات بشكل مفصل إذا كنت مهتم بهذا الموضوع، ولا تنسى الاشتراك بالقناة إذا كنت مهتم بهذه المواضيع، لأننا سنتابع ونتكلم دائما عن صحة الرجال، الجنسية والزوجية، وتحسين الذكورة بطريقة طبيعية 100%. ثالث شيء ننصح به هو علاج ديابريم، الذي وظيفته الأساسية الحفاظ على نسبة السكر وتخفيضها بالدم، وزيادة نسبة التستوستيرون، ومنعه من التحول إلى DHT، كي يقوي الرجل انتصابه، يكبر قضيبه، ويحسن حياته الجنسية. إن ديابريم هو علاج رائع لأنه طبيعي 100%، مخصص لمرضى السكري أو لكل رجل يأكل السكريات بشكل كبير. إن هذا العلاج يكبر القضيب طبعا، هذا شيء أكيد، ولكن الأهم من هذا أنك ستستمتع بمستويات سكر معتدلة في جسمك، التي ستساعدك بالتخلص من أدوية السكري الكيميائية، كما أنك ستستمتع بانتصاب قوي، جنس رائع مع شريكتك. إن علاج ديابريم هو علاج مصدق عليه من وزارة الصحة، معتمد من مؤسسة بينس لاب 27 كأفضل علاج للذكر خاص بمرضى السكري. لا تنسى الاتصال بنا عبر الواتساب وتحميل تطبيق تكبير القضيب، رابط التطبيق أسفل هذا الفيديو. دمتم سالمين وواثقين من أنفسكم. للرجل حلول مؤقتة. مراكز علاج الطبية للرجولة حلول جذرية.